أبويا هناخذ علوم الزمان، ومن أبويا هناخذ الطبع الأصيل، والله إنه علم وأوفى وصان، ويا عسانا نرد له بعض الجميل. علمني أبوي ركوب الخيل من يوم عمري 5 سنوات، والحمد لله لحد الحين أركب الخيل. الأسطورة هو خيلي، ومن يوم طاح من بطن أمه يعني بديت معاه ودربة، الحين دربة النومة ونياسة. الأسطورة توليد العزبة، وأنا من يوم يعني طاح من بطن أمه أنا وياه، والحين يوم كمل عمره 2 سنين الحين ركبه وعلمته كيف يرقد ويرشي أسد الأسد. كل خيول أحبه، بس أحب الأسطورة يتفارق. أنا والأسطورة يعني ما متفارق إن شاء الله. وأخواني نطلع مع بعض، نطلع من البيت اللي هم سعيد وذياب وهزاع وعيال عمي بعد سلطان وراكان، نطلع مع بعض نسرق الخيل ونشيل البحر، نمرنهن على البحر عقب نسبحهن ونرجع العزبة. يعني ما نطلع كلنا واحد منا، كلنا مع بعض. فإذا يعني ما ركبنا الخيل نساعد العامل في أعلاف الخيل، نسوي علف ونعطيهن معشية وياكلن. علاقتي مع زملائي كفارس يعني يعرفوني أنا أنتط الخيل من يوم عمري 5 سنوات لحد الحين أنا أصغر فارس، وأدعوهم يعني يجون هنا يركبون الخيول. يعني الخيل علمتني أكثر، وايد علمتني الصبر التحمل، وايد كثير علمتني. أشكر أبوي وأهلي لأنهم ساعدوني وعطوني حافز لممارسة هذه الهواية. أنا شفت أجدادي يعني وأبهاتي أنهم كانوا يمارسون هذه الهواية من زمان، وأنا من يوم طلعت من بطن أمي شفت هذه الهواية ولحد الحين بمارسها إن شاء الله. سلطان، طبعا نحن نقتني الخيل من فترة،
وبالنسبة لسلطان، سلطان شفت فيه يعني شيء ما شفته في اخوانه، اللي هو مثلا شفت جرأة سلطان واحتكاكه بالخيل من يوم كان صغير. شفت حركاته يوم كنا نكون عند الخيل ونية عند الخيل، حركاته غير عن حركات اخوانه، قربه للخيل ما يخاف. فتبنيت سلطان وبديت شوي شوي يعني من يوم كان صغير شوي شوي اخليه يحب الخيل، لغايه ما طلعت موهبه سلطان، والحمد لله رب العالمين. يعني ما كنت اتوقع ان سلطان بيكون بالطريقه هاي، بالعكس تجاوب معي ويعني وحسن من مواهبه كثير، ومثل ما شفتوا سلطان الحين هذا الثمره اللي جنيتها من سلطان ومن تبنيه لسلطان. الحين بالنسبه لسلطان يعد كاصغر فارس يمتط الخيل بالسرج العربي على مستوى المنطقة. يعني نحن شاركنا في عدة مكانات وما أعرف إذا ولد فارس جديد، نحن نرحب بالعكس، بس لحد الحين سلطان أصغر فارس يمتط الخيل بالسرج العربي أو بالسرج العماني بمعنى صح على مستوى المنطقة. صرنا يعني مناسبات كثيرة، منهن في سحار، في البريمي، في لواء، في عبري، في أدم، كل مكان يصير، لكن الأسطورة غير، ركضة غير، يركض سيده واخر شيء يوقف مره. قبل صلاة الفجر استحم يعني أسيس أصلي الفجر وأرجع وأقرأ الكتب وأحضر للمدرسة. الساعة 6 أتفطر وأذهب إلى المدرسة وأقابل الأصدقاء. الدراسة لها أوقات محددة، يعني في الأسبوع نحن ما نطلع من البيت، بس في البيت مذاكرة عندنا، بس في أيام الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت نطلع نجي العزبة ونطلع في الخيل. أنا ذاكر عشان نطلع في المستقبل طيار. شوي 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 شوي. أوكي عطى التعليمات. نوم نوم نوم. أرخي عليه أرخي عليه أرخي عليه. نوم أرخي عليه. أيوة. نوم نوم. ماشي. تودد تكلم الخيل. نطالب من المسؤولين يهتمون برياضة الخيل التقليدية ويهتمون بالنشأة، هذه ثروة، الأولاد هذيلا ثروة، ثروة بلد، الفرسان هذيلا ثروة، ويعني أدعو من كل قلبي المسؤولين أنهم يهتمون بهذه الثروة. التراث غالي على كل واحد، التراث المفروض أنه يعني ما يندثر، كل شيء يندثر التراث ما يندثر، والمفروض نحن كمواطنين والمسؤولين في البلد مع تطور التكنولوجيا في البلد يحاولون يطورون التراث. مشكورين. يقول تربينا على حب التراث وعادة الحيين، يصون ماضي الأجداد والعادات محمودة، وحنا بفضل الله وفضل قابوس عشنا لين كبر، كبر فينا الوفا واليوم نجني ثمر عنقودة، وعلى ذكر التراث اللي ورثناه حين وحين نصونه ما نقصر في حقوقه ونحفظ بنوده، على طار الفروسية وقفنا وقفة الوافين، وخضيت الورث من جدي وبويه حشة معدودة، أحب الخيل حبه للشهامة والعلوم تبين، جرت في دمي وعزفت في جوي أجمل انشوده، وخضيت أجمل أصايلها بجين ما مثيله جين، وهي في عزبة أبويا بسلطان موجودة، يحمسني على حب الصمود ولا يحاتي دين، يقول الدين والتعليم واجب وفتهم لي زين، وأنا ماشي على نهجه أسير في درب ممدودة.
أنا ماشي على نهج الشيخ عبد المنذور سلمت. أوجه شكر خاص لقناة عمان الرياضية لاهتمامهم بالتراث.